ده بطاري صافي، لكن اخضر بطاري. مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، صباح الخير، معكم السيد فلاح، كل سنة وحضراتكم طيبين. زلنا موجودين في أيام رمضان المبارك والإقبال كبير على شراء الأسماك. بنكلم حضراتكم من سوق الأسماك هنا من مدينة الإسماعيلية. ده سوق الأسماك الجديد بمدينة الإسماعيلية، وبدأ يعني نقل التجار من المدينة إلى هذا السوق النموذجي الموجود بشكل حضاري جدا هنا في مدينة الإسماعيلية. هنوري حضراتكم بعض الأسماك الغريبة والصحية. بصوا بقى حضراتكم، ده ثعبان السمك، اللي هو اسمه ده اسمه حنشان. ده حنشان، حنشان تعابين البحر، تعابين البحر. صحية ده بسم الله ما شاء الله، يعني ده لو واحد كده يخاف منه يعني. لا 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 بسم الله ما شاء الله، ده اكله جميل، ده اسم حلو، ده تعبان البحر. تعبان البحر، أيوة. تعبان البحر صح، كله بسم الله ما شاء الله. وده كده خلو البلد. هوري حضراتكم بقى، شايفين حضراتكم دي الثعابين البحر يا جماعه، اللي اسمها حنشان. عايزين نشوفه ايوه من فوق، يعني ارفعه، بس ارفع واحد كده هنشوف شكله فوق. هو شبيه برضه بزولوج القرموط يعني، صح؟ لا لا لا، ده حاجه وده حاجه. تنفع الشبكه، عايزين بس نشوف شكله. ده حاجه وده حاجه. هو مش عارف يتملك ملكه هو بس عايزين نشوف اظهر راسه بس كده. ده ثعبان البحر يا جماعه، ده كده حنشان البحر، حنشان وثعبان. ده بيتشوي وبيتعمل صواني وبيتعمل طواجن، شوي وصينيه وطاجن. بسم الله ما شاء الله، حاجه دسمه، حاجه حلوه يعني. شايفين حضراتكم صحيه ازاي؟ ثعابين البحر يا جماعه، من الاسماك ايضا هي اغلى من الجمبري والدنيس الثعابين البحر دي. عليها اقبال على كده الثعابين البحر دي؟ دي بتيجي بالطلب اصلا. ده الحمد لله بتيجي بالطلب، يعني هي ما بتقعدش. ومش متوفره بشكل كبير. لا مش متوفره. هي متوفره بس يعني ممكن هنا في اسماعيليه وبورسعيد، هي تيجي في كل المحافظات، بس هي هنا اكتر حاجه اسماعيليه وبورسعيد. احسن حاجه كمان تيجي تبيع حاجه صحيه بتبقى الحمد لله. الحاجه هنا عندنا هنا في السوق الحمد لله، ما تلاقي هنا سوق جديد كله هنا عندي وعندي غيري الحمد لله، كله سمك نظيف وسمك صاحي. يعني عندي هنا عندي الحنشان وعندي الخلول، دي خلول البلدي، خلول البلدي صحيه، الصحيه كلها غير الخلول العرايس، دي كلها كده صحيه زي ما انت شايف حضرتك اهو، دي كلها صحيه، دي كده اعلى خلول يمكن في الدنيا كلها البلدي. بسم الله ما شاء الله عليها، زي ما انت شايف كده نظيفه كلها، مطلعه منها الرمله بتاعتها. دي بتتعمل هي احسن حاجه ليها، لا طاجن لا شوربه، طاجن او شوربه. في عندي كده بوري كمان كده بسم الله ما شاء الله. شايفين حضراتكم الحته قد ايه؟ الحته معدل من كيلو كيلو ربع وكيلو ونص، سمكايه واحده كيلو كيلو ربع وكيلو ونص. سمك صاحي كله بسم الله ما شاء الله، ده كده سمك كنال، وادي الدينيس الكنال بتاع الحداف. الدينيس ده بياكل جمبري بقى؟ ده بياكل جمبري، هو البربوني ده الدينيس بتاع الصناره، ده بتاع الصناره. سمك صاحي لسه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، سمك يرضي الله، سمك لسه بيسبح ربه، ده كده سمك بيسبح ربه. وعندي كده اخضر جوابي، ده اسمه جوابي بعياله، كله مبطرخ زي ما انت شايف كده بسم الله ما شاء الله، بط بلدي. ده بقول لك سمنة عسل، ده بسم الله ما شاء الله، ده واحده من واحده زي ما انت شايف، في منه جميع الاحجام، عند الصغيره والكبيره والوسط، كله كده كلها كده على الاخر بطنها بسم الله ما شاء الله. الناس مهتمه بموضوع الثعابين، هنرجع تاني للثعابين بعد نكمل جولتنا. تحت امرك. لا يعني عايزين كلمنا اكتر، موجوده فين الثعابين دي بقى؟ هي الثعابين هي سمكه نيلي، تعابين سمك نيلي. نيلي بس هو حاليا دلوقتي بيجي بالمزارع، المزارع احسن من نيلي. لان المزارع مضمونه اخر بلد، لان دي عمرها قد ايه بقى السمكه دي؟ لا هي ما لهاش عمر بالظبط، هي بتقعد لها حوالي مثلا معدل اللي بتطيرها سنه ونص. هي بمعدل كل سنه ونص يبقى فيه طرحه جديده. بس دي كان هي كلها بسم الله ما شاء الله، زي ما الناس عايزه تتفرج عليها بس. حاضر. طلع اثنين على الفرش هنا. طيب. اطلع على الفرش هنا. اه يا جماعه صح، يا شايفين حضراتكم ده الثعبان البحر. حطوا سيبوا شايفين حضراتكم؟ انا خايف منه. لا ده الصعب منه، ما تعملش حاجه هي لان اصلا ملهاش انا فاهم سنان، طالما ملهاش سنان ما تخافش. طلع لنا كمان اتنين كده بس يعني. ده ثعبان يا جماعه، ده الثعبان يا جماعه، شايفين حضراتكم؟ ثعبان البحر يا جماعه صح. بسم الله ما شاء الله. ده بقى يا جماعه بقى اغلى من الدنيس ومن الجمبري و...
في احجام في احجام مختلفه طبعا اكل البشوائي اه اكل البشوائي اكل البشوائي ايوه بتعمل ايه بقى قول لي بقى ده بيتعمل طواجن وبيتعمل مشوي طواجن وشوي وتعمل مشوي صينيه صينيه يعني هو الصينيه هو الطاجن هو اعتبره هو الصينيه صينيه خد بالك في ناس بتعمله كده صينيه كده والبطاطس خد بالك هي حريفه اكل سمك بتعمل مدفونه في الرز ومتعمل مدفونه في الرز بس المدفونه الرز بتاعه بقى ايه عايز شجاع سيم عشان ياكله تبقى سمكه سمينه جدا ايه سمينه سمينه بسم الله ما شاء الله اه سمك اكله 250 فولت اكله بسم الله ما شاء الله 250 فولت النشاط الحيويه كلها اعلى فوسفور في السمك ده يا جماعه اعلى فسفور اللي ياكلها بقى يا جماعه يعني بص يا بركه اذا بيقولوا عليها ايه اللي هو يعني كان دايما كده في السندوتش بيقولوا عليه مش عارف اسمه الدمارة بيقولوا عليه يعني اللي هو ما هو ده اعلى حاجه هو ده اعلى حاجه دي كده زي ما بيقولوا كده ايه باللفظ كده الفيجره البلدي الفيجره البلدي بسم الله ما شاء الله عليهم هي شبه الثعبان بجد يعني ما هو هو عامل زي الثعبان بس واسمه حنشان سمكه بسم الله ما شاء الله عليها هي اسمها حنشان او ثعبان ما هو حنشان او ثعبان لو حد شافها في الشارع كده يفكرها ثعبان بجد لا لا بسم الله ما شاء الله حته من نص كيلو وانت طالع لغايه الحته كيلو وكيلو وربع وكيلو ونص والحمد لله موجود عندنا كل يوم هنا هنا موجود هنا عندنا يا جماعه سوق الاسماك في طريق البلاجات طريق بني عماره طريق بلاجات مدينه الاسماعيليه سوق سمك جديد تم افتتاحه قريب جدا في اقل من شهر نقلوا بقى البائعين في سوق السمك القديم وعاملين حاجه سوق نموذجي عدد يعني 22 محل تقريبا 120 باكيه للتجار 280 فرشه 280 فرشه الحمد لله هنا الحاجه كلها هنا الحاجه الحمد لله احسن حاجه هنا في السوق ان الحاجه هنا كلها تيجي طازه يعني عندي وعند غيري هنا الحاجه كلها تيجي طازه زي ما انت شايف السوق كله كده بسم الله ما شاء الله حاجه نظيفه والاسعار كلها في متناول الجميع خلي بالك الحمد لله الاسعار متناول كويس الحمد لله رب العالمين مع الوقت الناس تعرف المكان ان شاء الله وفي نفس الوقت هنا عندنا في سيخ يعني هنا عندنا هنا الشركه المتحده الحمد لله رقم واحد في سيخ اسماعيليه معروفين عندي في سيخ ان شاء الله لو في نصيب انواع بوري وهليلي اتفرجنا على الفسيخ بقى هو حاليا عشان احنا بس في رمضان كل سنه وانتم طيبين لو ربنا اراد ان شاء الله انا كان عندي قبل رمضان والحمد لله خلصت لان احنا انت اللي بتخلله بقى ان شاء الله احنا اللي بنخلله قاعدين احنا هنا الحمد لله احنا هنا الشركه المتحده هو انا 21 يوم 15 يوم في المكتب 15 يوم في المكتب بسم الله ما شاء الله عليهم يعني طب عايزين نتكلم معاك على اسرار الفسيخ شويه ناس بتقول لك سمك معفن وسمك بيجيب امراض لا والله احنا بقالنا 40 سنه الحمد لله بناكل منه واخد بالك والاكل منه عيالنا بسم الله ما شاء الله والحمد لله حاجه متداوله طول عمرنا من ايام الفراعنه الفسيخ ده اطلع من ايام الفراعنه اخد بالك يجوا تحت امرهم يقول لهم ما عايزينه بسم الله ما شاء الله عندي خير ربنا كتير لسه جاي كل يوم بيجي لي التعابين ان شاء الله صح يا دي عندي كل يوم هنا اهو اخد بالك عاوز اكل تعابين يا جماعه التعابين صح والحاجز وفي دليفري لو عايزين مثلا الحاجز والدليفري قول لي بس كلمنا بس عن اسرار الفسيخ اسرار الفسيخ هو الفسيخ ان شاء الله بنيجي بيتغسل غسله حلوه اخد بالك وبيتملح بعد ما نغسل مثلا غسله حلوه مثلا قبل ما تنشف الميه اللي فيه ما خلي عمر ظهر ما خلي عمر بطن تحت لا ما عشان ما فيش ميه لو في ميه يا عمر زي ما انت شايف كده في الميه اهو هنا عايم على بطن كان هو هنا بيفضل يتلوى عايز ينزل الميه يعني بص كده عايز ينزل الميه واحد ينزل الميه بيعوم بعد ما ينزل الميه اهو خلاص يبقى حايم زي ما انت شايف كده هو طالما نزل الميه عادي ثعبان البحر هنا من اشهر الحاجات الموجوده في سوق السمك بالاسماعيليه تمام كمل لي بس اسرار الفسيخ بقى اسرار الفسيخ هو ان شاء الله بيقعد مثلا معدل ايه في الملح حوالي بالظبط 15 يوم اللي هو بالنسبه للبوري الكبير اللي هي الحته من نص كيلو وانت طالع بيقعد 15 يوم وان شاء الله بعد كده خد بالك يبقى سمك دلع الف انا صحه ما فيش اي مشاكل صحيه لا 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 لان احنا الحمد لله متبعين تعليمات وزاره الصحه الحمد لله رب العالمين وماشيين حسب القواعد بتاعتهم سمكه الحمد لله بتيجي صحيه سمكه سليمه سمكه نظيفه ما فيهاش ولا طينه ولا اي حاجه ولا بتحطها دبان بيتغسل وتحط في البراميل يتملح اخد بالك وان شاء الله بعد 15 يوم تاكل حاجه زبده ان شاء الله طب الريحه تبقى شديده دي تبقى من ايه بقى ايه لا ده يبقى هو الفسيخ لازم يتغطى كويس الريحه دي لمؤاخذه يبقى مش متغطى كويس لازم الفسيخ الكتم يتغطى كويس ما يبقاش ليه ريحه خارجيه طالما الحمد لله اتغطى كويس تمام والملح عليه كويس عمره ما يحصل له اي حاجه بس هو ريحه الفسيخ عامه هو ريحه كده هو ريحه الفسيخ عامه كان طالما الفسيخ طلع سمك سليم واتغطى كويس ولا حصل له اي حاجه
ولا حصل له اي حاجه. دي الثعابين يا جماعه في الميه، يمكن الصوره مش واضحه في الميه بشكل كتير. ثعبان البحر او الحنشان، او الحنشان هو اسم حنشان. هو اسمه حنشان وثعبان البحر الاثنين. اه بسم الله ما شاء الله، ايه حاجه قادر على اسمه. أشكرك وبنستكمل جولتنا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. شايفين حضراتكم بقى ضاق اللوط وضاق البوري. وده الهليلي. ايوه اللي هو بيقولوا عليه. بص بقى قول لي الفرق بين الهليلي والبوري، لان ناس كتير جدا بتبيع الهليلي على طار الرمول. لا لا بص، ده الهليلي اللي هو الطواره بالمعنى صح. الطواره اللي مؤاخذه ليها بوز سمكه كده اهو، ليها بوز رفيع. اخد بالك البوري حضرتك مؤاخذه دماغه كبيره. لا اظهر اظهر. اخد بالك اهي. ده الفرق لما حطهم جنب بعض كده. هنا الطباره جوزها رفيع. لا هات البوز الثاني ده. ما هو ده الفرق، ده بورايه، البوز ده تخين، دماغ المغزى مليانه. أيوة. تخينه. هنا الدماغ رفيعه مسحوبه لقدام رفيعه. بس الدماغ بس انت فهمتني كده. اخد بال حضرتك. ده فرق، ده تخين، ده رفيع. قول ده البوري. حتى في بوري بردك الرفيع الصغير بتاعه نفس الشيء. البوري كده نفس الشيء. دماغه راسه كبيره. ايوه. لا اسال. البوري ده سمكه عريضه. سمكه عريضه ودماغها نفسها كبيره. غير الطبار. كمل لي بفرق حاجه مهمه جدا. لا هما الاثنين معدل، الاثنين حلوين وطعم حلو. هو نفس فصيله البوري ماشي، بس ده سعر وده سعر. لا ده سعر وده حاجه، ده اكل وده اكل. اقبلك ده اكل. بص يا جماعه الفرق، السمكه البوري يا جماعه البوري شيء، دماغها اكبر وعريضه، ودي دماغها مدببه مرفيعه، ودي دماغها الكبار ارفع. السمكه بوزها مدببه ازاي؟ بوزها رفيع. وعين البوري اكبر بس كده. ايوه ايوه ايوه. وعين السمكه البوري اكبر. وسبحان الله لما الاثنين بيطرخوا بطرخوا البوري اعلى من بطرخوا الطباره ثلاث اضعاف. يا بطرخ البوري بيوصل لغايه 700 جنيه كيلو، 600 جنيه. بطرخ الطبار بيبدا من 300 جنيه، 250 من 200 لغايه 300 350 400. الطباره البوري بيوصل لغايه 800 جنيه. بطرخ البوري الكبير بتاع الكنال حاجه يعني في الصوره. بسم الله ما شاء الله. كافيار كافيار الترند بتاع حضرتك ده بقى. بسم الله ما شاء الله الجوابي ده اسمه جوابي بعياله. بسم الله الله اكبر، ولا واحده فاضيه. بطرخ ده ولا واحده فاضيه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ايوه ان شاء الله حل. احنا لسه بنقول لهم ده كده الكابوريا، كابوريا البلد بتاعت الاسماعيليه. بسم الله ما شاء الله. دي انتهيه، دي كلها انتهيات. ايوه دي كده كلها انتهيات، كلها كده مطرحه. دي كابوريا بسم الله ما شاء الله الله اكبر. تمام مطرحه كلها مطرحه. دي كابوريا انتهيات الاسماعيليه دي كده. ادي السوق اصغر واحده فيهم اهي. بص المخزن بطروخ عامل فيها ايه؟ متحنيه بطروخ. بسم الله ما شاء الله. محشيه مانجا اسماعيلاوي. لحظه عشان اوضح الناس. دي بسم الله. دي انتهيات. دي انتهيات. دي انتهيات. شوف يا جماعه البطرخ ازاي؟ بطرخ بسم الله. بصوا كده محشي من جوه. تجريبي. محشي لمغزه من جوه وعلى الجنبين. ادي المغزه كده الكابوريا كلها كده الحمد لله. دي اصغر كابوريا خلي بالك. دي كده اصغر واحده. بس وادي دينيس سبوره اللي هو بتاع الكنال. دينيس صح لسه بيسبح ربه اخضر لسه. دينيس ده يا جماعه بتغذى على الجمبري. ده ادي دينيس المغزه لسه جايه صح. وللعلم للعلم السمك ده مش عندي انا بس، عندي وعند غيري الحمد لله. السوق هنا كله بسم الله ما شاء الله سمك كنال وسمك محترم وكل حاجه حلوه. تمام. يعني مش بقول مثلا عندي، عندي وعند غيري كله كده حلو. ده يا جماعه هو يا جماعه ثعبان البحر اللي بنوريه لحضراتكم. نستكمل جولتنا مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. ده سوق الاسماك هنا لمدينه الاسماعيليه. ده يا جماعه السمك الجوبي الاخضر اسمه ايه ده؟ بربوني. بربوني. يا جماعه البربوني وال سهليه. دي السهليه يا جماعه هي. وده القاروص، وده الكبير. ده القاروص يا جماعه. شوفوا القاروص بيلمع ازاي. وده لوط. ده الجمبري اهو يا جماعه شايفين حضراتكم. ده الشبار. وده البربون. السمك الجوبي الاخضر برضه يا جماعه شوف حضراتكم.
ايه الاخبار؟ لا والله يا جماعه الضوابط الاخضر الراجل ده حاجته كلها 10 10 ضوابط اخضر بطل محمود ده حاجه 100 ده سمك اللوط الكبير يا جماعه دي اكبر سمكه بقى ده لوط ده لوط كنال يا جماعه اكبر سمكه لوط حضراتكم شايفين ده الشبار الصاحي بقى يا جماعه ده الشبار البلد الصاحي وعاوز اقول لحضراتكم رخيص كمان ده الصوبيا سمك صوبيا يا جماعة مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان بنشكر حضراتكم على المتابعة كنت معكم السيد فلاح رصدنا مع حضراتكم في جولة هنا في سوق الأسماك بمدينة الإسماعيلية بطريق عمارة السياح طريق بلاجات الأنواع المختلفة للأسماك هنا في مدينة الإسماعيلية شوفوا حضراتكم أسماك سمك ثعبان البحر واللوط والشبار الصاحي وده حضراتكم شوفوا حضراتكم الجمبري الحجم الكبير الجمبري كل انواع الجمبري موجوده هنا في سوق الاسماك بالاسماعيليه شكرا لحضراتكم وكل سنه وحضراتكم طيبين